السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بغلطة أرتستيك ستوديو. معكم السلسلة بتاعتنا بتاع تعليم الأوتو ديسك من الصفر لحد مستوى الاحتراف، ومعانا النهاردة ازاي نعمل بريدكتيف ستروك وبرسبكتيف جايدز. البريدكتيف ستروك والبرسبكتيف جايدز برضو حاجات من الحاجات المفيدة جدا في البرنامج. البرسبكتيف جايد هي حاجة انت بتستخدمها عشان زي ما تقول تحدد لنفسك المكان اللي انت هترسم فيه. واحد ممكن يقول لي ايه الفرق ما بين السيمتري والبرسبكتيف جايدز؟ السيمتري اللي بترسمه هنا، يعني مثلا لو انا جيت رسمت حاجه هنا، السيمتري هيرسمها لي في كل المثلثات الباقيه دي. اما هنا هو بس الخطوط دي هنا كده اللي بتساعدك بس. يعني انت مثلا ايه، لو انت عايز ترسم مربع في المكان دوت بالظبط، يعني ما بين مثلا الثلاث مثلثات دول، او عايز ترسم الخط دوت هنا كده بالظبط، او عايز ترسم الشكل ده ما بين هنا كده بالظبط، فهو بيرسم لك الشكل في المكان اللي انت بالظبط محتاجه. يعني انا محتاج مثلا الخطين دول كده بالظبط. يعني هو بيساعدك ازاي تختار الاماكن اللي انت ترسم فيها عشان ما ترسمش اي حاجه في حته وخلاص. يعني هو بيساعدك ازاي تعمل تقدير. لو انت مش عارف تقدر المسافه لوحدك، هو بيساعدك تقدر المسافه. وزي ما انت شايف، حتى مع ان انا راسم حاجه هي ملهاش شكل قوي، يعني مع ذلك باين الابعاد. ان الخط ده مثلا هو الخط ده هو اللي في الاول، الخط ده هو اللي في الاخر، الخط ده هو وراه. فهو دي بتساعدك تدي الابعاد اكتر، وهي مفيده جدا في رسم الابعاد. وفي اشكال كتير منها، تختار الشكل اللي يعجبك وتصغره وتكبره وتحركه زي ما كنا بنحرك السيمتري. كل حاجه هتنفع معاك. انا عموما انا ما بفضلش استخدم الحاجات دي كتير، لان يعني مش كل الرسومات بتحتاجها. ده غير كمان ان هو الرسومات اللي بتبقى بالظبط المسافات بالظبط دي ما بتبقاش باينه قوي انها رسمه، وما بتبقاش ما يعني ما بتديش الشكل بالظبط اللي انت بتبقى حاسس ان انت محتاجه. فالفري هاندد بيدي بالظبط الشكل اللي انت بتبقى محتاجه اكتر. عشان كده انا ما بحبش البرسبكتيف جايدز قوي. في رسومات معينه بتحتاج البرسبكتيف جايدز وانا مش بحتاجها قوي. في عندك بقى بريدكتيف ستروك، وانت بتختار الليفل بتاعها عندك من 1 ل 5. انت دلوقتي ممكن انا ايه اجي مثلا اعمل شكل كده، او اعمل اي حاجه كده. فهو بيحاول ان هو يتوقع اللي انت بترسمه. فكل لما الليفل بيكبر، كل انت ما بتعلي في الليفل، كل ما هو بيتوقع لك الشكل اكتر. فانت لو عايز يبقى بيتوقع الشكل بالظبط، يعني الشكل اللي تعمله له يعمل لك الشكل بالظبط، يبقى علي الليفل اعلى حاجه. لو انت عايزه ما يتوقعش قوي، او يعني ما يبقى نص نص، اختار الشكل. بص مثلا انا اوريكم دلوقتي، انا لو عايز اعمل مثلث في ليفل 1 ده، بص المثلث ايه مرضاش يعمل بيه حاجه. ليفل 2 لما جيت عملت كده هو ظبطه حاجه بسيطه. ليفل 3 زي ما انت شايف هو بيحاول يظبطه. ليفل 4 بقى وليفل 5 بص، يعني بص هنا مثلا ايه المثلث كان مايل من هنا اكتر من هنا، هنا بقى خلاص هو مثلث باين جدا. وبص حتى لما باجي اعمل خط بيظبطهولي خط مستقيم. لو انا جيت عملت خط مايل كده، خط عادي كده، بيظبطه خط مستقيم بالظبط. فهي دي فكره بقى البريدكتيف جايدز، هي يعني من اسمها بتعمل بريدكت او بتتوقع. فاحنا مثلا لو جينا عملت مربع كده هيظبطهولك مربع، لو جيت عملت دايره هيظبطهالك دايره، لو جيت عملت مثلث هيظبطهولك مثلث على حسب الشكل اللي انت عايز تعمله. لو جيت عملت نجمه برضو هتلاقي بيحاول ان هو يظبطها لك. بس احيانا الاشكال الهندسيه بتنفع مع الاشكال دي اكتر بكتير. شفته هو كمل لي حتى الخط ده لوحده لما فهم ان انا عايز اقفل الشكل. زي ما انتوا شايفين هو بيتوقع الاشكال لوحده. فانت لو عايز تعمل شكل مظبوط وانت بترسم، هو ايه بيتوقع الشكل لوحده. يعني زي ما انت شايف اهو، هو ظبط الخط لوحده كده. هو هي دي فكرة البريدكتيف جايدز.
فشوف بقى عندك اشكال كتير جدا في قصدي بريدكتيف ستروك وبرسبكتيف جايدز. زي ما انا قلت بريسبكتيف جايدز انا ما بحبش استخدمها قوي، ولكن عندك بقى البريدكتيف ستروك انا بحب استخدمها الصراحه لانها مفيده جدا ومهمه جدا. فطبعا هتكون استفدت ودلوقتي بتعرف تعمل الاشكال اللي تعجبك، الاشكال الهندسيه اللي تعجبك من غير ما تتعب خالص. وكمان في الاشكال الهندسيه اللي هي موجوده في البرنامج نفسه ما فيش شكل مثلث، فلو انت عايز تعمل شكل مثلث مظبوط اهو اختيار مناسب ليك يعني. وان شاء الله المره الجايه احنا هناخد ازاي تعمل امبورت ايمج وتكست البتاع عشان نبقى خلصنا يعتبر الادوات بتاعت البرنامج. شكرا وسلام.